لما اهلك يسافروا ويسيبوك. ام الملل ده بس يا بشر يا مجنونه. يا بابا ابني الخنزير يعني بالراحه يابا عليها بالراحه، مش على طول يعني تهزيه. وانا هلاقي اعز منك يلا. طب هتيجوا امتى؟ بصراحه انا عايز افطر. ها هو انا ما قلت لك؟ لا ما قلت ليه؟ اصل انا خدت العيله يا ابني ورايحين ناكل في اي مائده رحمن. مائده رحمن يا بابا؟ لا ما تقولش، يعني مفيش اكل في التلاجة؟ بص يا ابني احنا مش راجعين خلاص. مش راجعين يعني ايه؟ بابا يا عم يا ناقصه رعب، الله يسترك. خلاص ما انام احسن. مين بيخبط دلوقتي؟ الفيروس بيتنقل بالنظر. لا ابوس رجلي، ما تقتلنيش، ما تاكلنيش، ما تحبسنيش. اعوذ بالله. الحمد لله كان كابوس. الحمد لله يعني انا عايش. الحمد لله.